لكم الاباء بتوعنا يا ابونا. حللني يا ابونا، حللني يا ابونا يوحنا. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كم يحلو الكلام عن الكتاب المقدس واسفار الكتاب المقدس. والحقيقه كل سفر عامل زي نوع من انواع الفاكهه الفريده. فسفر زي سفر يشوع بن سيراخ فاكهه جميله جدا، طعمه جدا، عشان كده كان لازم الشيطان يحاربها جدا. ويجوا ناس في زمن ما ويقولوا السفر ده ما يتكتبش في النسخه اللي نطبعها. سفر يشوع بن سيراخ، الاول هقول لكم كام نقطه كده عنه. هو احد اسفار الحكمه في العهد القديم. اسف، هو اخر اسفار الحكمه في العهد القديم، لم تكتب حكمه بعده. كلمه حكمه حاولت اجيب معنى المصطلح، يعني ايه حكمه؟ فقالوا ان كلمه حكمه تعني تبقى مفهومه كيف احكم على الامور بصوره مثاليه. يعني الواحد لما يحكم على الشر انه شر والخير انه خير، هذا انسان حكيم. لما الدكتور يوصف المرض ويجيب العلاج المناسب لهذا المرض نقول عليه ده الحكيم، مش كده؟ برضو مش بنقول انه الدكاترة هم الحكماء؟ ايه علاقة الحكمة بالطب؟ هي هو بيعرف يوصف صح ويعرف يجيب العلاج الصح في حاجات دقيقة جدا. فكيفية الحكم على الامور عايزين تقروها صح، اقروها من اسفار الحكمة. الحكمة غالبا اسفار الحكمة تتكلم عن حاجات مجتمعية بس برؤية سليمة. عايزين تعرفوا المال هو ايه بصورة حكيمة علشان نقدر احنا نعيش بها صح بصورة مثالية، اقرأوا عن المال في اسفار الحكمة. عايزين تعرفوا مخافة الله كيف تكون، اقروا اسفار الحكمة. الحكمة احيانا، وقالها السيد المسيح، انه حكمة اهل العالم بتفوقنا في بعض الامور، ودي حاجة تكسف. يشوع ابن سيراخ هيتكلم عن الحكمة بصورة فريدة جدا، يعني قاطعة جدا. سفر يشوع ابن سيراخ هو سفر من الأسفار القانونية المجموعة الثانية، وليست القانونية الثانية، لكن هما مجموعتين. مجموعة في النسخة اللي معانا تتسمى كده المجموعة الأولى، مش القانونية الأولى والقانونية الثانية، لإلا حد يفتكر إنها أقل درجة، لكن هما مجموعتين. مجموعة دونت في النسخة اللي في إيدينا وهنتكلم عليها، ومجموعة تانية اتكتبت في نسخة تانية موجودة برضو في إيدينا بس مش في النسخة البروتستانتية، أو اللي قام بطباعتها وتولى أمر نشرها الطائفة البروتستانتية، وهي الوحيدة اللي لا تؤمن بالمجموعة الثانية. أما جميع الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية، جميعها كلها بكل أماكن في العالم تعترف بقانونية هذه الأسفار. كمان هذا السفر هو سفر من أسفار فترة ما بين العهدين. حضراتكم عارفين أنه ملاخي آخر واحد كتب، وبيقولوا الفترة اللي بعدها تسمى فترة الصمت، والحقيقة ما كانتش صمت، وكان فيها برضو كلام كتير وكلام جميل. الله لا يصمت أبدا، لكن هي تسمى فترة الصمت لأنه ما فيش نبوات ولا حاجات مكتوبة، لكن برضو في تعاليم وفي حاجات مكتوبة في نفس الأسفار اللي كتبت في فترة ما بين العهدين، زي مكابيين وزي يشوع بن سيراخ. في أسفار كتير اتكتبت في الفترة دي، والحقيقة أن الأسفار دي أيضا تتكلم عن شخص المسيح، وإلا ما كانتش تتحط في الكتاب المقدس. أما هتكلمنا عن مين إذا ما كنتوش هتكلمون عن المسيح؟ هذا السفر هو السفر رقم 26. السفر اللي قبله على طول حكمة سليمان، والسفر اللي بعده على طول أشعيا.
انا مش عارف رقم 26 ليه، لكن استمتعت قوي وانا شايفه ما بين حكمة سليمان وما بين أشعيا. والكتاب المقدس لما جم رتبوه الاباء في مجمع نقيا والاباء الاولون اكيد كان ليهم هدف ليهم وكمان بالروح القدس، لعله يجمع ما بين الحكمة بتاعة سليمان والسفر الذي تكلم عن أقنوم الحكمة السيد المسيح، من أكثر الأسفار النبوية اللي تكلمت عن شخص الرب يسوع المسيح بدقة متناهية كان سفر أشعيا النبي، لدرجة أنه من 40 ل 66 مليان بأدق تفاصيل الصلب والقيامة والفداء والخلاص. هذا السفر يتكون من 51 إصحاح، وعلى فكرة العدد ده مش قليل، لكن بالنسبة لنا احنا ياريته كان بقى أكتر، لأنه كنا محتاجين نقرأ أكتر من هذا الكاتب الرائع. الاختصار بتاعه سينيه سي، الاختصار بتاع السفر. العجيبة أنه في الترجمة اللاتينية أنه يتسمى سفر إكليسية، مش عارف كتبوا لي كده. إكليسية يعني إيه؟ أو إكليسية؟ عجيبة جدا إنه في النسخة اللاتينية اسمه الكنيسة. ما علاقة هذا بذاك؟ بس التربطات دي كلها هتخلينا نغوص في فكر راقي جدا عن الحكمة. وفي الكنيسة اللاتينية يقرؤون ويدرسون سفر يشوع ابن سيراخ للناس اللي عايزة تدخل الإيمان والناس حديثة الإيمان. قد كده ليه مكانة. من هو يشوع ابن سيراخ؟ يشوع ابن سيراخ هو حد اتولد في أورشليم، وعشان كده جوه السفر هنشوف الكلام ده طالع من جوه السفر، يعني من يشوع بن سيراخ الإصحاح 50:29 هيتقال في هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي كتبه يعني يشوع بن سيراخ الأورشليمي، يعني مولود في أورشليم. هو شخص من الوجهاء، وغالبا كان من حكمته اسند اليه بعض المهام السياسية، ونظرا لانه شخصية سياسية غالبا كان زي وزير خارجية كده يعني، او شخصية للعلاقات الدولية، فكان كثير السفر. احفظوا معايا المعلومة دي عشان هنرجع لها تاني. سافر كتير، دول كتير، مدن كتير، تقابل مع شخصيات كتيرة جدا. اسم يشوع في حد ذاته هو اسم يخلينا نبص على المسيح، بمعنى يهوى يخلص. يشوع يهوى يخلص. وبيقولوا انه سيراخ لفظة ارامية تعني اسير، اسير يعني امشي، امشي حسب ما يقوله يهوى المخلص. دي خلاصة السفر، هو ده سفر يشوع ابن سيراخ. كيف تكون الحكمة؟ يشوع ابن سيراخ أسير يعني أمشي، مش أسير يعني محبوس، أمشي بحسب، أمشي أسير سيرا يعني بحسب يهوى المخلص، الله المخلص يقول لي أعمل إيه. عاش في الفترة ما قبل المكابيين. حضراتكم عارفين لفترة ما بين العهدين، من العودة من السابية لغاية مجيء السيد المسيح، 5 ممالك. هو كان ما قبل المكابيين، ودي كانت ثورة قامت بيهوذا المكابي، ويعني ممكن في مرة نتكلم عن فترة ما بين العهدين، بس إنها فترة هامة جدا، واللي ما يدرسهاش ما يعرفش يتبحر في العهد الجديد، لأنه هتبقى سلسلة مهمة جدا، حلقة مهمة جدا 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 فقدناها في السلسلة. يعني أنا وصلت لسنة 400 قبل الميلاد، من 400 أو 430 سنة في الرينج ده لغاية مجيء السيد المسيح،
حصلت تغيرات سياسية ودينية واجتماعية ومجتمعية وإنسانية عارفين اللي هي الحقوا فاضل 400 سنة والمسيح يجي. فأكبر شغل بيتعمل يعني لما يتقال مثلا إنه سيدنا البابا تودروس هيجي يصلي في الكنيسة قاعدين فيها دي بعد أسبوعين. الليلة الآباء هيجتمعوا مع مجلس الكنيسة والناس المسؤولين عن النظام والأمن ويعملوا لجنة الليلة ويروحوا. بكرة هيجتمعوا الساعة 10 الصبح يفطروا مع بعض ويصلوا، بعد كده يبتدوا يناقشوا بعض الأمور. بعد يومين يبتدوا يجيبوا الشركات اللي هيدهن واللي هيوضب الإزاز والإضاءة دي ممكن نعمل فيها إيه، والكابل اللي نازل ده والفيديو بروجيكتور هل مكانه كده مظبوط ولا نعمل إيه. قبل مجيء سيدنا بأربع أيام محدش هيروح، شغل 24 ساعة. الدقيقة ليها تمن، والشخص اللي هيدخل هو الشخص المعني بزيارة البابا. يعني لو واحد جاي من بره كده عايزين نعمل اكليل، اكليل ايه؟ روح في الكنيسة اللي هناك نفتح لك الكاتدرائية التانية، روح اي حد، بس مش هينفع تصلي هنا الاكليل. كل الحاجة اللي هتتعمل هنا هتبقى خاصة بموضوع واحد هو مجيء البابا. العالم وخصوصا منطقة اورشليم كانت كده في 400 سنة. اللي درس عهد قديم ولم يدرس فترة ما بين العهدين ويجي في العهد الجديد يقول الفريسيين، هتقول الفريسيين دي في العهد القديم، دول جم منين؟ مين الفريسيين دول؟ مين الصدقيون دول؟ ما قريناش عنهم في العهد القديم خالص. اللي دارس فترة ما بين العهدين يعرف مين دول؟ هل هم سياسة ولا دين؟ هتعرفوا، تعرفوا ليه؟ لما يقولك في المجامع، جه اتكلم في المجمع، ايه المجمع ده؟ جبتوه منين؟ مش موجود في العهد القديم. لما يقول رؤساء الكهنة، رؤساء كهنة؟ ده لغاية آخر العهد القديم رئيس الكهنة. جبتوا منين رؤساء كهنة؟ وإرباع، هو في كذا رئيس كهنة؟ آه بقى في رؤساء كهنة. جت منين وإيه فكرتها وكيف كل الكلام ده؟ من يدرس فترة ما بين العهدين؟ كيف تمت الخلطة ما بين اليونانيين وما بين الرومانيين وما بين العبرانيين؟ كيف تمت الخلطة دي؟ ما كانتش موجودة لغاية آخر العهد القديم، وطلعنا في العهد الجديد لقينا الدنيا مخلوطة. السامريين هم ابتدوا يفتحوا مع بعض ولا ايه؟ العشر مدن دول جايين منين؟ انا قصدي اقول لكم انه الفترة دي يعني يتاخد فيها كورس كامل، لانها بتدرس سياسيا، بتدرس مفهوم الله في الثقافة الهيلينية اللي جاية من اليونان، والثقافة العبرية بعد خلطها بالسبي رجعة ببعض الامور ملخبطه. عشان كده كانوا يقعدوا يسالوا المسيح، يعني السؤال اللي سالوه الصدقيون لما سبع اخوات وده اتجوز جابوها منين دي وحطوها فين وفي السماء مين هيكون، جبتوا منين الافكار دي؟ الحقيقه الافكار دي افكار مخلوطه، افكار مش بيور بتاعت شعب الله. كان يشوع بن سيراخ، هنرجع معلش تاني ليشوع بن سيراخ، كان في فتره ما بين العهدين، كان تقريبا في القرن الثالث قبل الميلاد. كان من طائفة الفريسيين، بس الفريسيين بتوع زمان مش الفريسيين بتوع الوقت المتأخر بتاع وجود السيد المسيح. لما كانوا صح، لما كانوا الفريسيين مهمين، لما كانوا بيقعدوا يكتبوا التوراة صح، ولما كانوا بيقدموا التعليم الصح قبل ما تدخل المكاسب والسياسات والرئاسات ومين يدخل، ممالك عمالة تتقلب عليهم، خمس ممالك، خمس. انتم مستغربين انه اتنين رؤساء دولة ولا ثلاثة في كام سنة؟ لا ده الوقت اللي فات، ده الوقت ده ممالك كاملة راحت وممالك كاملة جت. كان في فئة جميلة جدا جدا جدا، كان هو الحقيقة بيحكوا يعني في الكتب كان يميل ليها قوي لانهم كانوا اتقياء جدا، وحتى المجموعة نفسها كان اسمها التقاة. واللي خرج منهم الفريسيين، منهم اللي تربى عندهم يوحنا المعمدان، ليهم طريقة نسكية خاصة، بيلبسوا لبس خاص جدا، يأكلوا أكل خاص جدا، عايشين بطريقة نسكية وطريقة خشنة، خشنة قوي يعني ناشفين. بس يشوع بن سيراخ ما كانش منضم لهذه المجموعة، هو معجب ببعض الأفكار منها وبيعتنق بعض المفاهيم الحلوة اللي فيهم، لكن ما كانش 100% كان من التقاة ولا كان
عضو في هذه المجموعة. اشتهر جدا بتقواه، اشتهر جدا بتدينه، واشتهر جدا بعمقه. يعني كان لما يقعد كده، فاكرين البابا شنودة لما يسألوه سؤال يروح باصص فوق كده ثانيتين، تعرفوا انه هنسمع اللي ما تقالش قبل كده، حاجة جديدة على الودن هتوصل. يبقى السؤال بيحدف هنا ويجاوبه من حتة هناك خالص، معرفش كان بيجيبها ازاي. الحكماء والروحيين الذين يمتلكون خزينا يقلبوا فيه بسرعة، وغالبا كمان بيكون فيه كونتاكت مباشر بفوق يقول له طلع من صفحة 18 في القلب من جوه وجاوب بالحتة دي، فتطلع الكلمة مظبوطة، يطلع الإجابة مظبوطة 100%. يشوع ابن سيراه كان بالطريقة دي، يعني مش بس كتب، هي طبيعة شخصيته كده، وهقول لكم اكتسبها منين. كان كمان عنده إحساس رهيف بالنفس البشرية، مش بعلم التنمية البشرية مع الاحترام ليها، لكنه مش علم، لا هو كان يحس باللي قدامه، يحس ان اللي قدامه تعبان، يحس ان اللي قدامه جعان، يحس ان اللي قدامه خبيث، يحس ان اللي قدامه مؤذي، يعرف، فكان بيعرف يحكم صح على الامور دي. كان متزوج مش بتول، بس زوجته كانت امرأة فاضلة، وكان عنده اولاد رباهم تربية حسنة، عشان كده لما يجي يتكلم عن التربية وتربية الاولاد كان بيتكلم بصورة عملية مختبرها. اكتسب الحكمة، خلاصة ما قريت عن حكمته وقصة حياته لخصتهم في ثلاث كلمات. أول مصدر لحكمة يشوع بن سيراخ العجيبة العظيمة هو قراءته للشريعة والوصايا الإلهية بصورة عالية جدا جدا جدا، وكان اللي بيحكمه هو الله نفسه، يعني كان بيفهم الشريعة بحسب قصد الله. واتحكى عنه في السفر، قال ايه هو بيحكي: اني انا الاخير قد سهرت كمن يلتقط وراء القطافين، اللي بيلف عمال يقطف 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 من الوصايا بتاعت ربنا. ببركة الرب اسرعت، والذي قطف ملأت المعصرة. يعني فضلت أقطف من وصايا الله لغاية لما مليت المعصرة، ولما بعد كده هو هياخد كل التعاليم دي ويعمل إيه؟ يعصرها ويروح مطلعها لنا عصير اسمه سفر يشوع بن سيراخ. هو قالها كده بالفلسفة الحكمية اللي هو قالها. فنمرة واحد، كان قارئ جيد جدا للكتاب المقدس، وهو اللي قال كده. اتنين، كان كثير السفر. فاكرين لما قلت لحضراتكم ان هو بطبيعة عمله السياسية فسافر كتير جدا، والسفر ده كان كل ما يسافر يدرس البلاد ويتقابل مع شخصيات يستفيد منهم، فتعامل كأنه طالب في مدرسة الدنيا، ياخد من هنا بس كان يجيد ياخد ايه ويرفض ايه. فقال مثلا: الرجل التقي سافر، بيتكلم على نفسه، سافر كثيرا يعلم الكثير، والكثير الخبرة يحدث بذكاء، الذي لم يمتحن يعلم قليلا، أما الذي سافر فهو كثير الكثير الامتحانات. إني رأيت في أصفاري أمور كثيرة، وما فهمته يفوق ما أقوله. كثيرا لما خاطرت بنفسي حتى الموت ونجوت بفضل هذا أو بفضل الله. يعني بيقول من ضمن الحاجات اللي نفعتني جدا 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 وتعلمت منها سفر الكتير. ثالث حاجة اتكلم عنها هو برضو تعلم منين الحكمة، كثرة التجارب. الحقيقة لم تذكر بتفاصيل ولكن ذكرها باختصار. ففي إصحاح 51 من عدد 2 ل 12 هقرأ لكم عدد 11 بس، بيكلم ربنا، لأنه إصحاح 51 هو صلاة، بيصلي ربنا، ختمها بالصلاة. قال إيه؟ واستجيبت صلاتي، خلصتني من الهلاك وأنقذتني من زمن السوء. من عدد 2 لعدد
آسف آه من عدد 2 لعدد 12 اتكلم عن تجارب كتير وألمات كتير مر بيها. فكان مصادر الحكمة ليشوع ابن سيراخ ثلاثية. على فكرة لها فكرة ممكن نعيش بيها احنا كمان، كيف أخذ الحكمة من الكتاب المقدس المرجعية الرئيسية، وكيف أتعلم الحكمة من مقابلاتي وزياراتي وافتقاداتي. أفتكر أربع كتب لسيدنا البابا غير كتاب خبرات في الحياة اسمها كلمة منفعة، عمل 200 كلمة منفعة، والأول قال 100 كلمة منفعة، بعدين طلع أول جزء 50، طلع الجزء الثاني 50، راح مكمل الثالث 50 والرابع 50. 200 كلمة منفعة عبارة عن دروس البابا شنودة بيقول كيف تعلمتها، مش كيف أعلمكم. يقول تقابلت مع طفل فقال لي كذا، وأنا ماشي عملت كذا فحصل كذا. دروس شاطر اللي طول ما هو عايش وطول ما بيتقابل مع غيره، حتى من المخدومين الصغيرين، حتى من أخطاء الخطاة. يعني لو تقابلت مع خاطئ فلأتعلم أني ضعيف وممكن أسقط في يوم من الأيام، فلأتعلم كيف هذا سقط ولا أسقط. يعني أنا شايف قدامي واحد مشي وجه عند الحتة دي الوردة دي وحط رجله قامت بلعته. أظن مش من الذكاء أن أحط رجلي في مكان الوردة دي حتى لو كانت وردة. ليه؟ لأنه اللي بيحط رجله هنا بيحصل له إيه؟ بيقع. فأنا استفدت من خطأ الخاطئ، أنا مش بدينه بس بتعلم لنفسي. يشوع ابن صراخ يحكي كده ماذا فعل. انا كنت كل ده لسه ما دخلتش في السفر، انا بس بحكي لكم تشويقات عن جوه السفر، لكن السفر جبار. انت تعلمت الحكمه يا يشوع ابن صراخ، فماذا فعلت او ماذا فعلت بك هذه الحكمه؟ نمره 1 جعلته كاتبا وجعلته معلما وجعلته صاحب ثقافة عالية. يعني بصراحة لو أنا قاعد لا عندي ثقافة ولا عندي كلام بقوله، ولو حد سألني سؤال في الخدمة أجاوب أي كلام، لا أستطيع أن أحسب نفسي ضمن زمرة الحكماء. إذن أنا خارج هذا الطراز، أنا خارج هذا المسمى وهذه المجموعة. لما يكتب كلمة عليه انه يعرف ان الكلمة دي هتكشف مدى حكمته. صفحات الفيسبوك بتاعتنا هل تحكم علينا كحكماء ام كجهلاء؟ البوستات اللي بحطها وانا خادم، لو انا مسكت الصفحة بتاعتي وقعدت اقرا فيها، الكلام اللي انا كاتبه ده كلام حكيم ولا كلام هايف ولا كلام زي عدمه؟ هل تعلمت شيء؟ هل أخرجت من كنزي جددا وعتقاء؟ يشوع ابن صراخ حينما يكتب الجملة بحكمة، الجملة بخلاصة تعليم سنة، يقولك يا السلام. هناك جمل رنانة على الفيس لكنها ليست حكمة، يحكي عن الكبير صغير وصغير كبير، عن الضعيف وضعيف، كلام ده كلام مستهلك. لكن هناك كلمات تؤثر في حياتي مش بس تيجي على هوايا. فيقول في يشوع ابن صراخ 51-23 اقتربوا مني أيها الغير متأدبين. هذه هي الحكمة بقى، يعطي تأدبا مش بس كلمة. اقتربوا مني أيها الغير المتأدبين وأقيموا في منزل التأديب. هو عمل مدرسة في أورشليم ضم فيها كل الناس، تعالوا 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 تعالوا، لليونانيين والعبرانيين. واحكي لكم ليه يشوع في الوقت ده ربنا اداله الحكمة بسخاء، احكي لكم يعني. فنمرة 1 يتكلم ويكتب بحكمة، 2 كان صاحب روح منفتحة يدرس الثقافة الهيلينية
ولكن لا يعتنقها، يقراها بس ما ياخدش منها. اصل في اجيال، وده اللي حصل في اورشليم ساعتها، تجري ورا كل جديد، حاجه جديده في السوق ينزل يجري وراه، تعليم جديد يجري وراه، كورسات جديده يلا ندخلها، احنا مش دريانين. هل الكنيسه تورد علوم القياده والاداره ام تستورد؟ هل الكنيسه تورد علوم التنميه البشريه ام تستورد؟ هل الكنيسه تورد المشوره ام تستورد؟ ندرس ونتعلم ولا ندخل، لكن نشوف ما يصلح منها تقريبا. يعني كل ما الاقي كورس بيجذب الشباب والخدام ليه، اروح ماسك الكتاب المقدس واعمل دراسه كده في البيت وانا قاعد، واعمل كورس عن المشوره الكتابيه. لا، مختلف، في بعض الشبه هم واخدينهم، ولكن في الاغلب، في الاغلب المكتسح يعني مختلف. القيادة رحت عامل أو شغال فيها دلوقتي، يعني القيادة الكتابية أو القيادة الرعوية الكتابية، لأن القيادة بتاعتنا ليست بالمفهوم بتاع القيادة اللي بر. لا، مختلف، مختلف بقى اختلاف كبير، دي بقى مختلفة جامد. يعني لما نيجي نتكلم عن التنمية البشرية، ده تمام الاختلاف، تمام الاختلاف. التنمية البشرية بتتكلم عن الذات، التنمية البشرية اللي في الكنيسة تتكلم عن إنكار الذات. هناك تتكلم، هتلاقوها التيبل اللي عاملينه كده هوت، هتلاقوه تقريبا مختلفين. أصل العالم بيبص للبشر بصورة، وإحنا بنبص لنفسينا كبشر صورة تانية. إحنا ولاد المسيح مش ولاد آدم. يعني فمش معنى كده إن أنا مش عاجبني الكلام اللي بره ولا بضربه ولا بحاربه، بالعكس أنا بدخله بدرسه. سلام، بدرسه، بحب ادرسه بطريقه يشوع بن سيراخ. درس الحكمه اليونانيه، وطبعا ساعتها بقى سقراط وافلاطون اتكلموا في العتاوله. الاسكندر الاكبر لما دخلوا الامبراطوريه اليونانيه لم تدخل بسيف، لكن دخلت بعلم وحكمه. فيجي الواحد يقعد في النص الميدان، يقول لك الميدان ده بتاع ارسطو، ميدان ده بتاع افلاطون، يقعد ويتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، الناس اللي موجودين كلهم يقولوا له احنا معاك يا ريس، احنا خلاص احنا معاك. فغزوا العالم بالثقافه الهلينيه ولم يغزوه بسيف واحد، واكتسحوا العالم كله، لانه كان بيعتمد على جبابره العلم والنظريات الفلسفيه والحاجات دي، وكان ليهم مداخلهم طبعا. عشان كده بقى اللي بيدرس فترة ما بين العهدين، فترة بتاعت الامبراطورية اليونانية هتلاقوها يعني تغلغلت جوه شعب الله. راح ربنا عامل ايه؟ قال لهم هجيب لكم واحد من عندي، وبسفر واحد 51 اصحاح، واللي يقف. هل تتخيلوا ان اليونانيين بما فيهم بعض العلماء والفلاسفة تهودوا وتعبرنوا بعد تعاليم يشوع بن سيراخ؟ يعني السفر ده سفر اقروا يعني طبعا لازم الشيطان يحارب هذا السفر، طبعا لازم يحاربه، ده بيجيب الهلينيين مش بس بيحمي. فقعد يقول لهم يشوع بن سيراخ في السفر، زي ما هنخش على سمات السفر، يعني لهم ايه ده اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه يا شعب الله، بتقروا في ايه وبتقولوا ايه؟ ايه النظريات اللي بتقولوها دي؟ احكي لكم عن الحكمه الحقيقيه. فهو مع انه منفتح كشخصيه سياسيه وشخصيه علميه، شخص متفتح جدا، ولكنه يستطيع ان يحمي الارث الديني من الامور الدخيله. كمان ايه اللي خلاه كتب؟ هو قاعد عمال يتعلم 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 يتعلم،
ويسافر يسافر يسافر، وأول ما رجع على أورشليم لقى الشعب بالمنظر ده، اتصدم اتصدم، بيحكوا كده بيقولوا انه اتصدم، يعني هو مش ممكن، يعني قاعدين في مطبخ في دسم وطعامة ولذة بالمنظر ده، ورايحين تاكلوا من عربية كبدة موبوقة واقفة في الشارع. يعني اشكرك حبيبي، ايه ده، امي طبخالي الطبخة الفظيعة دي ورايحين ترمرموا، رايحين تلموا من الشارع وتاكلوا زي الولاد اللي عايشين في الشارع ومش لاقيين اكل. طب هم بياكلوا ومعذورين لانهم قاعدين في الشارع، لكن انت قاعد في مطعم وفي مطبخ بيقدم لك بوفيه مفتوح، يعني كل ما تشاء وقت ما تشاء بالطريقة، قول بس طلباتك تتقدم لك بلذة جميلة جدا وطعامة عالية جدا وصلاحية مضمونة جدا. فابتدى يكتب لهم الكلام ده، ابتدى يكتب السفر ده، طبعا كان ليه تأثير. تخيلوا لما جه يشوع بن صراخ رجع من الرحلات السياسية، فراح يكلم الشعب بتاع أورشليم، فيعملوا ازاي؟ احنا بس وطي صوتك ما تتكلمش كده، احنا مكسوفين، احنا الكلام بتاعنا جينا مرة كلمنا بيه الفيلسوف ده بهدلنا. فبقوا وصلوا المرحلة انهم خجلانين، لهم ايه ده، مكسوفين من كلام الله، طب انا هسمعكم كلام الله، يعني مكسوفين عشان حكمتهم، طب خلي حكمتهم تقف قدام حكمة ربنا. فيقول ايه، اما هذه، ده في يشوع بن صراخ 42:1-2، اما هذه فلا تخجل منها ولا تحابل وجوه فتخطئ فيها، لا تخجل من شريعة العلي والعهد والقضاء الذي يجري الحكم للكافر. في الناس اللي انتوا عمالين يتكلموا ضد الله دول، اللي عمالين يقولوا نظريات إلحادية وانتوا عايزين قدامهم تقولوا لهم حاضر مش هنجيب سيرة من الكتاب المقدس وهنكلمكم بالنظريات نظريات علمية، ايه اللي تحارب بيها؟ مهم ندرس النظريات العلمية لانها لا تتعارض مع الكتاب المقدس، بس مش دي اللغة اللي هنجيب بيها. يشوع بن صراخ رد الناس الملحدين بكلمة الله وبالوصية، هو يجرجرني المستنقع ولا انا اكتذب للماء النقي؟ يعني فين هيخلص وانا نازل معاه في المستنقع؟ وكان يسمي بشكل يعني صارخ، زي ما قلت لكم انه هو من المجموعة اللي كانوا بينتمي او بيتعلم شوية من الناس اللي هم التقويين اللي هم خرج منهم الفريسيين، فكان عامل زي يوحنا المعمدان لما كان يوحنا المعمدان يقول يا اولاد الافاعي، من مين اللي دلكم انكم تهربوا من اللي جاي على دماغكم؟ فيشوع بن صراخ عمل كده، قال لهم بصوا بقى، اما انك تبقى من بني الله او بنو الخطيه. فكان يقول لهم يا ابن الخطيه، تعبير صعب جدا بس كرره كتير، يعني في اصحاح 41 يقول ايه، بنو الخاطئين بنون ممقوتون يترددون الى بيوت الكافرين، بنو الخاطئين يهلك ميراثهم والعار يلازم ذرياتهم. بس ايه ده، مش داخل يقول لهم لا، يعني يا جماعه عاملوهم واتكلموا معاهم في اجزاء قالها بمنتهى الهدوء، بس في الاخر بقى بيختم لو خلي بالكم، اما انك تبقى ابن ربنا او انك تبقى ابن الخطيه. والمسيح نفسه مش لا، ما احنا هنضحك على بعض ولا ايه، ونقعد بقى نقول الكلام المزوق والكلام لا، اما انك تختار تبقى ابن ربنا او ابن الخطيه، وابن الخطيه ده مصيره هلاك. يشوع بن صراخ عمل ربطه جباره، ربط في السفر كله الحكمة بالشريعة، ربطة ما يعملهاش غير واحد دارس شريعة، واحد فاهم شريعة، واحد فاهم كتاب مقدس. عايز تاخد حكمة
مش هتطلع بره الكتاب المقدس، مش هتطلع. وهيقول حاجات فيما بعد هحكي لكم عليها. يشوع بن سيراخ كتب السفر سنة حوالي من 190 إلى 180 قبل الميلاد، كتبه باللغة العبرانية، واليوناني اللي عايز يتعلم يتفضل معانا ونعلمه عبراني ويتعلم. أنا بخاطب شعبي. كتبها في أورشليم، كتب السفر ده في أورشليم. وبعد شوية كان في انفتاح أكتر ففي المملكة أو الإمبراطورية اليونانية، اتفتحت الدول على بعضها، فحفيده كان جه مصر. وعلى فكرة الترجمة السبعينية تمت في مصر، فكان جزء من اليهود والشيوخ والعلماء كانوا موجودين في مصر هنا. حفيد يشوع ابن سيراخ أخذ اسم جده، فكان اسمه ابن سيراخ، وتعلم اليونانية بجدارة يعني زي جده، وتعلم المصرية، وتعلم اللغات اللي موجودة في مصر في ذلك الوقت. وراح عمل ايه؟ راح مترجم السفر من طبعا انتوا عارفين حضراتكم انه الترجمة السبعينية تمت قبل هذا الزمان. فجه بقى يشوع ابن سيراخ وراح مترجم من العبرية الى اليونانية عند المصريين او اليهود الموجودين في مصر اللي ما يعرفوش اللغة العبرية، فبالتالي انتشر وانضمت الكلام ده كان حوالي سنة ما بين 132 قبل الميلاد و116 قبل الميلاد، وفي بعض المراجع بيقولوا سنة 130 بالضبط قبل الميلاد. الحفيد اللي هو ابن سيراخ عمل مقدمة للسفر، بس لان السفر في اللغة العبرية القديمة يشوع ما كتبهاش، فبالتالي في الترجمة ولما اتحطت جوه النسخ اللي معانا نزلت بدون هذه المقدمة، لان المقدمة دي مقدمة دخيلة. زي ما بندافع عن قانونية السفر كمان بندافع ان ما فيش حاجة غريبة تدخل في السفر، فبالتالي الكنيسة قالت المقدمة اللي كتبها ابن سيراخ الحفيد لا تدخل ضمن السفر ولا تكتب في هذا الكتاب. احدث نسخة ظهرت من يشوع بن سيراخ سنة 1896، وكانت موجودة في مصر هنا في مجمع يهودي في مصر القديمة، ويرجع الزمن المخطوط ده للقرن الحداشر او الاثناشر الميلادي. قانونية السفر باختصار ان السفر موجود في النسخ اللي موجودة اللي في ايدينا في الترجمة اللي هي اليونانية اللي جمعوها الآباء الرسل في الكنيسة الأولى، كمان في مجموعة كبيرة من المجامع المسكونية، مجمع نيقيا، وفي مجامع مكانية زي مجمع إيبون. على فكرة في مجامع كاثوليكية أيضا أقرت هذا السفر، وإنه من الأصل مجموعة كبيرة جدا من الآباء القديسين كتبوا من هذا السفر فادوله قانونية. قديس أثناسيوس، قديس كليماندوس، قديس باسيليوس الكبير، قديس إيرينيموس، العلامة أوريجينوس، قديس أبيفانيوس، قديس غريغوريوس النيزي، قديس غريغوريوس النيسي، قديس كيريلوس الأورشليمي، مارق إفرقام السورياني، قديس أوسينوس. زي ما انتم شايفين كده يعني مش قديس ولا اتنين ولا تلاتة، ده أباء، وكلهم من الأباء المعتبرين اللي هم الكبار بتوعنا. من ضمن الحاجات كمان انه اقتبسوا منه كتبة العهد الجديد فاكتر من 10 اصفار، اخذوا نصوص من سفر يشوع بن سيراخ. وطبعا كمان في كتب التقصية احنا بنقرأ منه في اسبوع الالام وفي مناسبات كتير. كل الناس موافقة عليه، كل الناس قالت هذا الكتاب كتاب قانوني فيما عدا الطائفة البروتستانتية، انتوا الخسرانين هم يعني. هذا السفر بقى